وتاني فقراتنا لليوم رح نحكي فيها عن الصداع. كثير من الأشخاص بيعانوا من الصداع بشكل كبير وأيضا دائما ما يسمى الشقيقة. اليوم يمكن ما في حل بالمسكنات لهذا الشيء. في أشخاص ممكن يكون بعض الأطعمة بتسبب لهم كثير من الصداع، وممكن بعض الأطعمة ممكن تكون مهدئة فعلا لهذا الصداع. رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو، الدكتورة آية صابر، وهي اختصاصية تغذية. يسعد صباحك يا صباح الولد. أهلا وسهلا فيك. أهلين. صباح الخير دكتورة. صباح الفل. هلا اليوم الناس كلها مصدعة. ما جيت بقول لك انا معاني من الصداع، ولكن اليوم في حالات تتشابه بالصداع، يعني طبيا كل ناح من الراس هو دليل على وجود مشكلة بالجسم او مشكلة بالوضع بشكل عام. يعني الشقيقة خلينا نقول هي ترند صارت بين الناس. خلينا نروح بداية لنعرف بأنواع الصداعات. تمام. هلا الصداع خلينا نعرف هو ماله مرض، هو عرض، او فيني يسميه هو مثل جرس انذار بالجسم. لما بيظهر عندي بخليني انه انا الارم انه في شيء عم يصير بالجسم غلط. فانا مثلا اذا كان عندي وجع بمنطقه الجبين مع الانف، معناتها بدل عندي انه صداع جيوب انفيه. اذا كان عندي صداع مع الم او غباشه بالعيون، معناتها انا عندي قصر او مد بصر زائد، او عندي امراض عينيه. اذا كان عندي صداع مع مثلا مع دوخه مع برودة بالأطراف، غالبا بيكون عندي فقر دم بمعدن الحديد. إذا كان عندي مثلا شيء بنسميه صداع توتري، هذا إذا الشخص تعرض لأي ستريس أو أي ضغط عصبي نتيجة لارتفاع الكورتيزول، هذا الشيء كله بيأثر على كمية الدم اللي عم تنضخ للدماغ، فبيعمل لي شيء بنسميه بالصداع التوتري، فبيكون عندي ألم ثنائي الجانب بيتضمن المنطقة الجبهية والمنطقة الصدغية. تمام؟ يعني نصفي؟ لا، هداك اللي بسميه صداع نصفي او الشقيقه، هذا بيكون عندي الم احادي الجانب بنص الراس. تمام. وبيكون الم نابض، بتحسي شيء هيك عم ينبض نبض. تمام. وبيكون مترافق مع غثيان، مع اقياء، مع حاله من الرهاب من الصوت ومن الضوء. وغالبا ما بيظهر انا عند الشخص اول ما بيفيق من النوم، وبيستمر بقى بين الساعتين ل 72 ساعه. احيانا كمان الصداع ممكن يكون عندي مترافق مع اعراض جهازيه، يعني صداع مع حراره، مع وجع بالبلعوم. هون بقى بنتنبه انه انا في عندي التهاب بالجسم. اذا كان عندي صداع مع اعراض عصبيه، فانا كمان هون بتنبه انه انا عندي كمان امراض عصبيه مثل الباركنسون، مثل الخرف والزهايمر. ذكرتي انواع عديده للصداع، خلينا نحكي شو هي اصعب انواع الصداع اليوم؟ بنقول هذا النوع من الصداع فعلا صعب، يمكن ما الشخص بيقدر يتحمله، او ممكن يكون له تاثيرات كثير سلبيه بعدين على الشخص المريض. هلا اصعب انواع هو صداع الشقيقه او الصداع النصفي، يعني هو بيكون غالبا بيصاحب الشخص طول حياته. اي ستريس او ضغط عصبي بمر فيه بنلاقيه فورا صار عنده هذا الصداع. اي اكلات ناولها بشكل زائد صار عنده هذا الصداع، لانه غالبا بيكون هذا الصداع صداع مزمن. عرفتي ممكن انه يصير حاد باي لحظه. طب خلينا نفصل بهي الحاله، حاله الشقيقه، لانه هي حاله عامه. اليوم نسبه كثير كبيره من الناس بيعانوا من هي القصه، ممكن تختلط هي الحاله مع حاله اخرى، يعني يفكر حاله شقيقه هو يكون عنده مثلا وتاب ضارب على راسه. خلينا نميز اكثر اليوم شو اسباب الشقيقه. هلا اسباب الشقيقه عندنا نسبه عاليه جدا بتكون اسباب وراثيه نتيجه وجود جينات معينه بالجسم، بيكون الشخص والده او امه او احد من العائله بيكون عم بيعاني من شيء، بنلاقي على طول هو عم بيعاني من هذا الشيء، فكون سبب وراثي. كمان ما بننسى انه احد اسباب الشقيقه هي اسباب الضغط العصبي، او الشخص اللي بمر كثير بازمات نفسيه هذا بيحرض عنده حصول الشقيقه. كمان الاشخاص اللي بتكون قعدتهم غلط او عندهم مشاكل بالرقبه او مشاكل ضمن عندهم عصب وركي، عندهم مشاكل بالعمود الفقري، هذا كله بيأثر على الرقبة وبيعمل لي صداع. مع الوقت ممكن انه هو يتضاعف ويصير عندي صداع نصفي او صداع الشقيقة. في إلها انواع الشقيقة؟ هلا بشكل عام ما له انواع، بس بتختلف حسب شدتها وحسب حدتها وحسب تواترها عند الشخص. طيب اليوم يعني صار في علاجات كثير لموضوع الشقيقة، خلينا بداية نبلش بالمسكنات. وما كل نوع مسكن اليوم قادر انه يهدي نوبه الشقيقه وقت اللي بتجي لي الشخص. في توصيات ما بعرف يعني طبيا انه اقعد بمكان عتمه ما تشوف ضوء ضجه، وفي مسكنات خاصه. تمام. هاي رغم اني انا صيدلانيه، مع هيك انا ما بشجع
انه اخذ المسكنات الا بالحالات الكثير حاده. كمان ما بننسى المسكنات حتى لو كانت باراسيتامول، عم نحكي انا على شخص عنده شقيقه، فهو على طول كل يومين ثلاثه معرض انه هو ياخذ باراسيتامول، هذا كله ممكن ياثر عندي على الكبد. كمان مسكنات من نوع مضادات التهاب غير استيرويديه مثل البروفين والنامبروسك، هدول كلهم لهم تاثيرات كلويه، فانا بلجأ لهم فقط بالحالات كثير الحاده. الباراسيتامول ما كثير بياثر، يعني الباراسيتامول له تاثير كبدي بموضوع الشقيقة بشكل عام. حتى إذا واحد عنده وجع بالمفاصل، إذا كل يوم يلا باراسيتامول باراسيتامول باراسيتامول، هذا بنلاقيه بعد فترة صار عنده تشحم بالكبد، ونحن بنتساءل إنه شو السبب، مع إنه أنا ما باكتب كثير دهون، فبيكون نتيجة الباراسيتامول. أشخاص بيروحوا لهي القصة هنن عندهم مشكلة الصداع، أحيانا ما بتكون شقيقة، وأحيانا ما بيكونوا هنن راحوا ليفحصوا حالهم عند الطبيب المختص ليعرفوا شو. خلص فقت أنا عندي صداع، تعودت على هذا الشيء، تلقائيا أنا عم باخذ هي الأدوية وعم برتاح عليها وصارت عادي معي على المدى البعيد. قديش حتى في أشخاص إذا بدك بقول لك أنا كل يوم عندي حبتين سيتامول باخذهم بس مشان يرتاح جسمي، أنا هي ما بتكون بتعاني من أي ألم، إيه بتقول لك لا خلص أنا برتاح عليه. طب إيمتى بتظهر ممكن أن تظهر التأثيرات السلبية للأدوية؟ بعد فترة طويلة وحسب هو استعداد الشخص. في أشخاص عندهم قابلية إنه يصير عندهم أمراض كلوية أو كبدية بشكل كتير كبير، أو مثلاً هو عم يأخذ باراسيتامول كمان عم يأخذ بروفين وعم يأخذ مسكنات تانية، هذا كله بيفاقم هاي الحالة. هلا بالنسبة لبرد الشقيقة عندنا شيء بنسميه الأورا، هاي الأورا هي إنه الشخص هو قبل فترة معينة بيتنبه إنه أنا هلا بعد كم ساعة بدها تجيني حالة نوبة شقيقة. شو الأعراض اللي بتخليني أنا اليوم أتنبأ إنه أنا اليوم بدي تتوحد؟ هلا اول شيء بصير عنده اكتئاب، بصير عنده قلق، بتصير عنده نوع من الهياج، يعني على طول بتحسيه ضايج، على طول بتحسيه بس بده ينعزل ويقعد لحاله. حتى كثير احيانا ممكن بيجوا لعنا مرضى بيقول لك انه انا بعد ساعتين ثلاثه انا بتصير عندي حاله هجمه شقيقه، ففورا بينعطوا ادويه من نوع زولميتريبتان، هدول خصوصي للهجمات الحاده تبع الشقيقه. طب اليوم خلينا هيك نروح لمراحل الغذاء، اليوم في أغذية، في أطعمة ممكن تخفف من الصداع، وفي أطعمة ممكن إن تزيد من حدة الصداع. خلينا نبلش بالأطعمة اللي بتخفف من حدة الصداع. تمام، هلا بالنسبة للأطعمة اللي بتخفف نوبة الصداع، أول شيء بدي ركز إن جنرال على كل شيء أغذية حاوي على مغنيسيوم حاوي على أوميجا 3. أول شيء عندي أنا اللوز، اللوز فيه نسب كتير عالية من المغنيسيوم وفيه نسب كتير عالية من التريبتوفان. أول شيء المغنيسيوم رح يرخي العضلات ويرخي الأعصاب عنده، ثاني شيء التريبتوفان رح يرفع عندي هرمون السيروتونين وبالتالي رح يحسن عنده المزاج ويخفف نوبة الصداع اللي بتصير عنده. ثاني شيء عندي الموز، الموز فيه نسب كتير عالية من المغنيسيوم والبوتاسيوم، فإذا كان هذا الصداع ناجم عن ارتفاع بالضغط فالموز كتير بيحاول يخفض هذا الضغط ويخفض نوبات الصداع اللي بتصير عندي. كمان عندي الحليب واللبن فيه نسب كتير عالية من الكالسيوم، أثبتت الدراسات الأخيرة إنه بعض الحالات نقص معدن الكالسيوم قد يؤدي إلى نوبات من الصداع. تمام، بدي فوت بذور الكتان، بذور الكتان ممكن أنا أحطه مع المي حتى يعطيني هاي المادة اللزجة. تمام، فأنا ممكن استخدمه كدريسنج للسلطات. تمام، بهي الحالة هو فيها نسب كتير عالية من الأوميجا 3 يلي هو مضاد اكتئاب، مضاد التهاب، خفف من نوبات الصداع. وكمان ما بدي أنسى كمان الكركم، الكركم هو عامل مضاد التهاب جدا مهم وبيخفف كتير من نوبات الصداع. وكمان عندي الزنجبيل، إذا انبرش وانغلى كمان بيخفف كتير من نوبات الصداع. أما بالنسبة للأغذية اللي بتفاقم عندي حالة نوبات الشقيقة، فأول شيء عندي سحب الكافيين أو تناول الكافيين بشكل مبالغ فيه. بنلاحظ نحن في شهر رمضان أول كم يوم نتيجة أن الشخص بيكون متعود أنه يشرب قهوة كل يوم بتلاقيه مصدع لأنه انسحب الكافيين بشكل كتير مفاجئ، مشان هيك على طول نحن بننبه قبل شهر رمضان أنه يتسحب بشكل تدريجي. كمان تناول زائد من الكافيين، يعني أكثر من 200 ميلي جرام، يعني أكثر من 3 فناجين قهوة باليوم، هذا الشيء بيأهب لحدوث الصداع أو نوع الصداع النصفي. كمان عندي الشوكولا، عندي المخللات، عندي الأطعمة المخمرة، عندنا مادة بنسميها المونوصوديوم الجلوتاميت، هي بتكون موجودة بأغلب الأطعمة الجاهزة من النودلز، من كمان المرقة الدجاج اللي بتكون جاهزة، من الأطعمة الجاهزة كمان، هدول الشوربات الجاهزة بتكون حاويين على هاي المادة. هاي المادة بتحفز ظهور عندي الشقيقة أو الصداع النصفي. كمان عندي مادة النيتريت، نيتريت
الزيت هي مادة حافظة تنضاف للحوم المصنعة مثل السجق والبباروني والهوت دوغ، هدول كلهم كمان بتحفز حدوث عندي الصداع. كمان عندي الأنواع، بعض أنواع الجبن يلي مثل الأشقوان الموزاريلا بتكون مخبرة، هي بيكون في حمض أميني سميه التريبتوفان، كمان هذا تناوله بشكل زائد رح يحفز عندي ظهور الشقيقة. يعني بده يكون في حد معين من كل نوع من الأطعمة، مو نمتنع عنه نهائيا؟ لا لا، بس بشكل يعني أنا مثلا جايتني هجمة أنا بعرف أنه أنا بعد عنها، امتنع عن هاي القصة لبين ما أصار عنها. هلأ مخرجنا عم يسأل اليوم أنه اللوز مر ولا حلو؟ لا اللوز الحلو. اللوز الحلو يا حسين، ماشي حاجتنا منه. طيب ما بين المسكنات الأدوية وما بين الأغذية ممكن تساعدنا أنه نحن نخفف نوبات الصداع، شو هي أهم الحلول المناسبة؟ هلا اهم الحلول، هلا انا على طول بكل مرض بحكي عنه يعني بشجع على اخذ البروبيوتيك. البروبيوتيك او بنسميه البكتيريا النافعه. نحن بنعرف انه الدماغ بيكون محاط بكميه من الدهون، هي الدهون هي اللي بتحمي ليها، فانا طريقه تغذيتي اذا كانت عم تاكسد هي الدهون فممكن تحرض حدوث امراض الزهايمر والباركنسون والخرف. بينما انا لما بتناول اغذيه عاليه بالدهون الصحيه وبشكل اخص زيت السمك والاوميجا 3 هي كلها رح تعامل على ترميم هي الدهون وترميم من شيء بنسميه جري ماتر او الماده الرماديه اللي بتكون موجوده بالدماغ. فانا بحس على تناول زيت السمك الاوميجا 3 وكمان على تناول البروبيوتيك، لانه انا عندي كثير تواصل بين الدماغ وبين الجهاز الهضمي، فطالما الجهاز الهضمي انا عندي اياه كثير بيرفكت فما عندي حساسيه غذائيه، ما عندي حساسيه للجلوتين لللاكتوز، كله هذا بياثر عندي على الدماغ. اكيد اليوم هي الحلول الطبيعيه، يمكن دائما العوده للطبيعه بتخلينا هيك نبتعد عن موضوع الصداع، وصرنا نشوف ترند عمليه لتخلص من الشقيقه. سؤال اخير، شو رايك بهي العمليه؟ أنا عملية انه بيعملوه ورا الاذن انه لسحب ماده انه مشان تخلص الشخص من الشقيقه. انا بحس انه هي شيء كثير بيرفكت، لانه اذا شخص عم يمر بضغط عصبي او ازمه نفسيه هي الماده ما رح تاثر، طالما خلص في كورتيزول مرتفع عندي فهذا الشيء ما رح ياثر عليه. في اطباء او هنن يمكن اختصاصيين التجميل عم ينصحوا كثير عم شوفه عم ينصحوا بالبوتوكس انه هو بخفف الشقيقه او بينهي موضوع الشقيقه، لاي مدى صحه هاي المعلومات؟ كمان البوتوكس بالاخر، البوتوكس هي عباره عن ماده بتعمل على باراليسز او شل للعضله، فاي شيء بيعمل شل عضلي سواء بالوجه او بالخدود او حتى للشقيقه كمان انا ما بشجع عليها. نحن اكيد بنشجع دائما الحلول الطبيه والاستشارات الطبيه، ودائما نحن نرجع للطبيب المختص او الشخص المختص ليعطينا النصائح الطبيه. بنشكر حضورك لليوم ولكل المعلومات اللي ذكرتيها. صباحكم هيك صحه وسعاده وبعيدا عن الصداعات كلها. اكيد بدنا نشكر حضورك معنا والمعلومات اللي قدمتيها والسلامه للجميع. شكرا لك. شكرا لاستضافتكم.